السلام عليكم. في البداية برحب بكم وحابب بس أتعرف أو أعرف إن الصوت واضح للجميع. لو الصوت واضح نكتب رقم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اليوم محمد هشام، محلل أسواق المال في مجموعة إيكويتي. كنا بدأنا مجموعة من المحاضرات خلال الفترة الأخيرة في شهر واحد وفي شهر اتنين حاليا، وبنتكلم فيهم عن التداول التوافقي أو نماذج الهارمونيك، وأخذنا كل نموذج في محاضرة منفصلة لوحده، وقعدنا نتكلم عن استراتيجية تداول كل نموذج على حدة. بدأنا بنموذج الـ A B B equal C D، وبعد كده اتكلمنا عن الجارتلي والفراشة والسايفر، والنهاردة هنتكلم على نموذج جديد وهو نموذج الخفاش أو البات. وإن شاء الله الأسبوع القادم هيكون آخر محاضرة نتكلم فيها على نموذج منفصل، والأسبوع اللي بعده بإذن الله هيكون فيه محاضرة مجمعة لكل النماذج، وهنشرح بشكل تفصيلي كل الاستراتيجيات الخاصة بنماذج الهارمونيك، وهيكون فيه كتيب أو كتاب بيتكلم أو ممكن يكون معانا كمرجع نقدر نرجع له لما نتريد على الهارمونيك. هيكون فيه كل المعلومات اللي احنا شرحناها واتكلمنا فيها خلال المحاضرات خلال الأسابيع السابقة. فالنهاردة هنتكلم على نموذج البات أو الخفاش أو الوطواط أيا كان، بات باترن. هو أحد النماذج اللي اكتشفها سكوت كارني سنة 2001، وهو زي بقية نماذج الهارمونيك اللي اتكلمنا عنها، نموذج سعري يتكون من 4 أضلاع، وبيعتبر نموذج الخفاش واحد من أكتر نماذج الهارمونيك دقة، عشان النموذج عنده أو بيمتلك عدة عناصر مميزة بتحدد لي مناطق الانعكاس المحتملة اللي هي الـ potential reversal point اللي هي الـ zone اللي هو الـ PRZ أو نقطة الانعكاس المحتملة. وزي ما احنا شايفين شكل البات باترن بيبقى بالشكل اللي قدامنا ده. أشكال نماذج الهرمونيك بتختلف من الشكل أو النموذج للتاني على حسب نسب فيبوناتشي اللي احنا اتفقنا إن احنا لازم نكون فاهمينها وعارفينها كويس عشان نقدر نحدد أنواع نماذج الهرمونيك. فنموذج الهارمونيك زي ما قلت اكتشفه او حددوا على الشارت سكوت كارني، اللي يعتبر هو واحد او هو يعتبر مبتكر مدرسة الهارمونيك وتداول النماذج بتاعة الهارمونيك. وكغيره من نماذج الهارمونيك له الاضلاع بتاعته اللي احنا شايفينها اكس اي اي بي بي سي سي دي، وكل ضلع بي له قواعد وشروط محددة ونسب فيبوناتشي وأرقام فيبوناتشي محددة عشان تقدر تحدد لي النقاط بتاعت النموذج. ده تعريف أو شرح سريع كده عن نموذج الخفاش، أو مقدمة سريعة عن نموذج الخفاش. تعالوا نتعرف على شروط تحقق نموذج الخفاش. طبعا زيه زي بقية النماذج، في نموذج بيعي ونموذج شرائي أو نموذج صعودي ونموذج هبوطي. هنتعرف على شروط تحقق النموذج. زي ما اتكلمنا خلال المحاضرات اللي فاتت إن الضلع XA ما بيكونش له متطلبات محددة أو قواعد محددة أو نسبة فيبوناتشي محددة، هي مجرد حركة على الشارت. انا بشوف ان في حركه معينه، شوف اتحركت على او السعر اتحرك حركه معينه على الشارت، فبشوف واستنى وراقب. تعال نشرح على البوليش باترن او النموذج الشرائي او الصعودي. زي ما احنا ملاحظين هنلاقي ان الضلع اكس اي حركه صعوديه
على الشرط كونتلي طلع من النقطة X إلى النقطة A. تمام كده، لسه مفيش نموذج اتكون عندي. هيبتدي السعر من النقطة A يبتدي ينعكس ويكون لي الضلع AB وبيكتمل عند النقطة B اللي لازم تكون عند مستوى تصحيح فيبوناتشي ما بين 38.2% إلى 50% من الضلع XA. فالنقطة B لازم تكون أقل من 61.8%، وزي ما احنا شايفين بيفضل انها تكون ما بين النسبتين اللي انا قلتهم دلوقتي، اللي هو 38.2% الى 50% من الضلع اكس اي. وبتعتبر النقطه بي احد الطرق الاساسيه اللي هتفرق لي ما بين النماذج، وخاصه نموذج الخفاش ونموذج الجارتلي. زي ما شرحنا في نموذج الجارتلي البي بتكون عند 61.8%، يعني ممكن تكون تحت النقطة بي تحت هنا، لكن في الخفاش بتكون النسبة ما بين 38.2 و50%. بعد ما بيوصل السعر عند النقطة بي يبتدي يتحرك السعر تاني في نفس اتجاه الضلع اكس اي، ويكون لي الضلع بي سي اللي بيكتمل عند النقطة سي، واللي بتكون عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 إلى 88.6. لو النقطة سي تجاوزت النقطة A النموذج ده بيبوظ أو ما بيبقاش فاليديت أو صالح للتداول عليه. لازم يكون أقصى تصحيح للنقطة سي من الضلع AB ما بين 38.2 وإلى 88.6. بعد ما تكتمل النقطة سي هيبتدي السعر ينعكس في اتجاه هابط، يكون لي الضلع الأخير في النموذج الضلع CD، وتكتمل النقطة دي عند اللي هي منطقة الـ PRZ، هي الـ Potential Reversal Zone، منطقة الانعكاس المحتمل. عشان السعر ينعكس من النقطة دي لازم تكون النقطة دي تكون صححت 88.6% من الضلع XA، ويكون وصلت النقطة دي عند مستوى امتداد فيبوناتشي ما بين 161.8 إلى 261.8 من الضلع بي سي. فأنا عندي النقطة دي، نقطة الانعكاس لازم تكون عند 88.6 تصحيح فيبوناتشي من إكس إيه، وقد تمتد أو عند أو تلتقي اللي يلتقي المستويين عند بعض هنا، ويكون امتداد فيبوناتشي 161.8 إلى 261.8 امتداد فيبوناتشي من الضلع بي سي. ولازم تكون النقطة دي على الأقل عند 161.8، يعني ما تقلش عن النسبة دي، لأنها لو قلت عن 161.8 هتكون لي أو توريني نسبة نموذج آخر، او ما ممكن ما يكونش نقطة الانعكاس الجيدة او الممتازة اللي انا ممكن ادخل عندها. فلازم تكون على الاقل عند 161.8% امتداد فيبوناتشي من الضلع بي سي. واحيانا قد تصل الى 200% النقطة دي من الضلع بي سي امتداد فيبوناتشي. فعشان كده لازم نتأكد ان امتداد الضلع بي سي ما يكونش عند مستوى اقل من 161.8 امتداد فيبوناتشي، لان ده ممكن يلغي لي النموذج
وما يبقاش نموذج صحيح. ده النموذج البوليش او النموذج السعودي او الشرائي، نفس الواقع او نفس الكلام هيتقال على النموذج البيرش او النموذج البيعي. هنلاقي عكس البوليش الاكس اي كانت حركة صعبة، لا هنا في البيرش الضلع اكس اي بيكون بيمشي في حركة هابطة اولا، كون الضلع اكس اي، ثم من النقطة ايه يبتدي ينعكس السعر صعودا لحد ما يوصل لمستوى تصحيح في بوناتشي النقطة بي عند أو ما بين 38 و 2 من 10 إلى 50% تصحيح في بوناتشي، ثم يتحرك السعر مرة تانية في نفس اتجاه الضلع اكس اي يكون لي الضلع بي سي اللي بيكون عند تصحيح في بوناتشي 38 و 2 من 10 إلى 88 و 6 من 10% من الضلع اي بي. وزي ما قلنا في البوليش النقطة سي لو تجاوزت النقطة ايه النموذج ده بيكون غير صالح او نموذج غير سليم. بعد كده هيبتدي يتكون لي الضلع الاخير في النموذج وهو الضلع سي دي، واللي هيكون لي نقطة او منطقة الانعكاس المحتملة عند النقطة دي، واللي بتكون عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6% من الضلع اكس اي، ومستوى امتداد فيبوناتشي من الضلع بي سي عند 161 الى 261.8. واهم مستوى في نموذج الخفاش او الباد باترن هو مستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6% اللي هي منطقة الانعكاس المحتملة او الـ PRZ اللي عندها اقرر ان كنت ادخل صفقتي او ما ادخلهاش. كده اتعرفنا على نموذج البات وشروط تحقق النموذج على الرسم البياني. تعالوا ننتقل دلوقتي الى استراتيجية التداول بتاعة النموذج، وهي مش هتختلف كثيرا على او عن او استراتيجيات التداول اللي قلناها في نماذج الهارمونيك الثانية. بنعتمد على 3 حاجات أساسية في استراتيجيتنا، هي نقطة الدخول في أي استراتيجية أو أي صفقة بعملها، في عندي بحدد نقطة الدخول بتاعتي، بحدد أمر وقف الخسارة، وبحدد أمر جني الأرباح. نقطة الدخول مجرد ما يوصل السعر عند الـ PRZ أو نقطة الانعكاس المحتملة عند النقطة دي، واللي بتكون عند 88.6% أو 161.8%، واستنى الـ Price Action بتاع السعر عند المستويات ديت، واستنى إغلاق في النموذج البوليش، واستنى إغلاق شمعة صعبة وادخل بعدها شراء اعلى المستوى ده، يعني يقفل يعمل لي شمعة صاعدة فوق المستوى الـ PRZ او النقطة دي، او اول شمعة اغلاق صاعدة هدخل في صفقة شراء، ادخل عند اول شمعة اغلاق اول شمعة صاعدة، وفي البيع مع اغلاق اول شمعة هابطة. ممكن السعر بعد ما رسمت المستويات في فيبوناتشي 88.6 و101 مثلا، ده 88.6، خلينا نقول كده 88.6، ومثلا جه ال 161.8 قريب منه، وجه السعر اتحرك اسفل المنطقه دي او اسفل الخطين دول كده واتحرك هنا، فلابد ان انا اراقب برايس اكشن بتاع السعر عند المنطقه دي عشان اقدر احدد نقطة الدخول الجيدة بالنسبة لي. فاستنى إغلاق شمعة صعد أعلى المستوى، أول إغلاق لشمعة صعد أعلى المستوى اللي إحنا قلناه اللي هو النقطة دي عند 88.6 أو 161.8 إلى 261.8، وأدخل صفقتي سواء بالشراء إغلاق شمعة صعدة أو البيع إغلاق شمعة هابطة.
كده انا حددت نقطة الدخول بتاعتي. هاجي بعد كده لأمر وقف الخسارة أو الستوب لوس بتاعي. أنا خلاص دخلت الصفقة أو قررت إن أنا أدخل الصفقة عند المستوى اللي إحنا قلناه، هنستنى شمعة صاعدة هنا أو شمعة هابطة هنا، إغلاق أول شمعة صاعدة أو إغلاق أول شمعة هابطة، وهحط الستوب لوس بتاعي تحت النقطة دي مباشرة أو أعلى النقطة دي مباشرة. ده الستوب لوس بتاعي، ما بنختلفناش كتير عن بقية النماذج. أستاذ علي المحاضرات بتتسجل على اليوتيوب وبتنزل أول بأول على اليوتيوب على قناة الشركة إيكويتي، كل محاضرة بتتسجل وبتنزل مباشرة على طول بعدها في نفس الأسبوع أو في الأسبوع اللي بعديه على القناة بتاعة الشركة. إن شاء الله انتظر محاضرة 2 مارس بإذن الله، هتكون في محاضرة شاملة لكل نماذج الهارمونيك واستراتيجيات التداول عليهم، مع وجود كتاب عن الهارمونيك إن شاء الله. مع لكل اللي هيحضر معانا المحاضرة هيتبعت له الكتاب ده في الإيميل. فقلنا الستوب لوس بتاعنا هيبقى أعلى النقطة دي مباشرة عند البيع أو أسفل النقطة دي مباشرة عند الشراء. ادخل على اليوتيوب واكتب ايكوتي، احاول ابعته لك ان شاء الله بس نخلص المحاضرة بإذن الله. فاحنا كده حددنا نقطة الدخول بتاعتنا وحددنا الستوب لوس بتاعنا. هنيجي ل امر جني الارباح او التيك بروفيت بتاعي، هحدده ازاي؟ في اكتر من طريقة لتحديد التيك بروفيت بتاعي، اما ان انا احط التارجت بتاعتي عند النقطة بي، ده تارجت اولاني، وعند النقطة سي تارجت تاني، او الحد او الحد بعمل تصحيح او باخد خط فيبوناتشي على الضلع الاخير دوت، وعند مستوى امتداد فيبوناتشي 161 و8 من 10، ده الهدف الابعد او الهدف الرئيسي للنموذج. دي طريقة. او اني ارسم تاني على السي دي الضلع الاخير في النموذج مستوى او خط فيبوناتشي، وعند مستوى التصحيح فيبوناتشي 38 و50 و61 ثلاثة تارجتس ممكن احددهم، وممكن ادمج الطريقتين مع بعض عشان اقدر احقق اكبر قدر ممكن من النقاط. تعالوا بعد كده نبص على الشارت، نشوف امثله توضح لنا الكلام اللي احنا شرحناه من بداية المحاضرة. كده احنا عرفنا الشروط وعرفنا امتى ندخل الصفقة وفين نحط الستوب لوس بتاعنا وفين نحط التارجتس بتاعتنا. في حاجة مش مفهومة او محتاجة استفسار في الجزء اللي احنا قلناه من بداية المحاضرة لحد دلوقتي؟ في أستاذ محمد عرفات بيسأل بيقول ليه جميع نماذج الهارمونيك لا تساوي النقطة دي تساوي النقطة إكس، مع العلم أن النقطة إكس تكون مقاومة وغالبا بيرتد من عندها. وممكن الامتداد بتاع النقطة دي ممكن يوصل للإكس بس مش دايما. هنبص على الشرط دلوقتي ونشرح يا أستاذ محمد ونشوف.
في أي سؤال أو استفسار في الجزء اللي فات عشان نخش على الأمثلة على طول؟ أستاذ إيهاب، إن شاء الله تسجيل المحاضرة هيكون موجود على اليوتيوب، وإن شاء الله زي ما نوهت في بداية المحاضرة هيكون في يوم 2 مارس بإذن الله محاضرة عن جميع نماذج الهارمونيك اللي اتشرحت لحد النهاردة ولحد الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي في شرح لنموذج جديد، وإن شاء الله الأسبوع اللي بعده هيكون في محاضرة شاملة بتتكلم على كل نماذج الهارمونيك، وهيكون معانا أو في كتيب هيتوزع أو هيتبعت لكم بالميل لكل المشاركين في المحاضرة. إن شاء الله في آخر المحاضرة هعيد تاني أو هراجع على أهم النقاط اللي إحنا قلناها، أو من خلال إن شاء الله من خلال الأمثلة بإذن الله هتقدر تفهم اللي إحنا قلناه، مش هيختلف كثيرا عن بداية المحاضرة. اسم قناة اليوتيوب هي نفس الاسم ده، إيكوتي. فتعالوا نبص، هناخد مثالين لنموذج البوليش باترن والفيرش باترن للبات. قدامنا زوج الاسترالي دولار على الفريم الساعة، وهنبص هنشوف ان السعر اكس اي بيتحرك حركة صاعدة من النقطة اكس للنقطة اي، حركة صاعدة عادية على الشورت، ابتدى ينعكس من النقطة ايه عشان يكون لي ضلع تاني في النموذج عكس الاتجاه، هو الضلع اي بي. زي ما قلنا نقطة بي لابد أن تكون ما بين 38 واتنين من عشرة إلى 50% تصحيح فيبوناتشي من الضلع اكس اي، ولازم يفضل انها تكون اقل من 61.8%. فهنلاقي النقطه بي صححت، اهي هنبص هنا كده النقطة B هنا، هيت صححت 50% من الضلع AB، وبدأ السعر يتحرك صعودا مرة تانية من الضلع أو من النقطة B للنقطة C اللي صححت زي ما قلنا بتكون ما بين 38.2 إلى 88.6، وصححت عدت 61.8 بشوية وقربت من 78 و 6 من 10، انما ما كملش لفوق، فيعتبر اتكونت او تكون النقطة C اللي عندها هيبتدي السعر يمشي تاني في اتجاه هابط عشان يكون لي الضلع الاخير في النموذج CD، واللي قلنا لازم يكون او لازم تكون النقطة دي عند تصحيح فيبوناتشي 88.6% النقطة دي من الضلع اكس اي. هنلاقي هنا هاد مستوى 88.6% عند المستوى ده كده اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ويكون مستوى النقطة دي عند مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8 إلى 261.8 من الضلع بي سي. فنلاقي إن المستوى 161.8 هنا هوت، ومستوى 261.8 هنا. لكن اللي يهمني هو المستوى 88.6 اللي من الضلع اكس اي. فهستنى إغلاق شمع صاعدة على المستوى، وده اللي حصل هنا اهو، وهدخل الصفقة بتاعتي هنا
في الشمعة دي، وهحط الستوب بتاعي. أسفل النقطة دي مباشرة أنا هدخل في إغلاق الشمعة ديت. الستوب بتاعي 25 نقطة، وزي ما قلنا ممكن أحط التارجت بتاعتي أو الأهداف اللي أنا عايزها، إما بطريقة إن أنا أحط التارجت الأولاني عند النقطة B والتارجت التاني عند النقطة C والتارجت التالت إن أنا أسحب فيبوناتشي، وعند 161.8 يبقى الهدف الرئيسي بتاعي. هنلاقي السعر فعلا ابتدى يعمل صعود لغاية ما حقق لي التارجت الأولاني، وكمل صعود إلى أن حقق لي التارجت التاني. التارجت التالت ممكن أحطه عند النقطة A، هنلاقي برضو إن السعر استطاع إن هو يحقق الثلاث أهداف بتاعة النموذج، وابتدى يتذبذب بعد كده إلى أن هبط مرة تانية. أستاذ محمد، ده لو أهم حاجة أو من ضمن الأساسيات اللي أنا ممكن أستخدمها معايا في تداول الهارمونيك، إن أنا أستخدم أدوات البرايس أكشن، الدعوم والمقاومات والنماذج الفنية. الحاجات دي بتأكد لي نقط الدخول وبتخليني أدخل وأنا مطمن. يعني مثلا أنت بتقول في دعم، دي يعتبر منطقة دعم أهي. زوم أوت، تعتبر منطقة دعم، فبتدخلني الصفقة. أدوات البرايس أكشن اللي أنا بستخدمها أثناء التداول بتدخلني الصفقة وأنا بالي مطمن. أنا بدخل عند مستوى دعم وعند منطقة انعكاس قوية، فده بيدعم لي الصفقة بتاعتي. فشيء مهم جدا إن أنا أستخدم أدوات البرايس أكشن في تداول الهارمونيك. فزي ما قلت كده لازم نستخدم ادوات البرايس اكشن معانا في التداول. كده شفنا مثال ل نموذج البوليش بات، وازاي ان هو حقق التارجتس اللي احنا حددناها، وقلنا ان فيها طريقتين، ان انا ممكن احط عند النقطه B والنقطه C والنقطه A، او اني اخد امتداد او يا ربي او باخد تصحيح في فيبوناتشي عند 38 و50 و61. يعني مثلا لو دخلت في الصفقه دي قلنا ستوبنا 25 نقطه، تارجت اولاني كان 54، تارجت تاني 75، تارجت تالت 100 نقطه، او بالطريقه التانيه التارجت بتاعي اولاني كان 83 نقطه، التارجت الثالث 175 نقطة، وتارجت رابع 212 نقطة. يعني لو حسبناها هنلاقي مثلا نسبة مخاطرة إلى عائد أو عائد إلى مخاطرة حوالي 10 أضعاف. عشان كده دايما بقول إن تداول النماذج الهارمونيك بيكون أو من أفضل أو النماذج أو المدارس اللي للتداول على الأسواق في الأسواق المالية، لأنه بيحقق لي نسبة مخاطرة إلى عائد ممتازة جدا، وكمان بيحقق لي أرباح كبيرة جدا. تعالوا ناخد مثال تاني للبات، ولكن نموذج بيريش. قلنا إن الضلع إكس إيه هنلاقيه بيتحرك حركة عادية جدا، قلنا حركة هابطة على الشوط الضلع إكس إيه لحد ما يبتدي ينعكس ويكون الضلع AB اللي تكتمل النقطة B عند مستوى فيبوناتشي تصحيح.
50%. أنا ألاقي إن السعر عداها بشوية ولكنه نزل تاني، ولكنه رجع وارتفع مرة تانية. لكن طالما ما لمسش 61 يعتبر خلاص ده نموذج بات بيرش. بعد ما وصل للنقطة بي ابتدى السعر يمشي في نفس اتجاه الاكس ايه، عشان يكون لي الضلع بي سي يقول لي بتكون زي ما قلنا ما بين 38 و2 من 10 الى 88 و6 من 10 تصحيح فيبوناتشي، وده اللي هنشوفه هنا وصل لحد 61 و8 من 10 في الرينج اللي احنا قلناه، ويبتدي السعر ينعكس يكون لي الضلع الاخير سي دي اللي بتكون نقطة الانعكاس زي ما قلنا عند تصحيح فيبوناتشي 88 و6 من 10 في المية من الضلع اكس ايه، لان السعر بالظبط وصل عندها وابتدى يرتد، او امتداد فيبوناتشي من بي سي، امتداد فيبوناتشي للضلع بي سي النقطة دي بتكون عند ما بين او 161 و8 من 10 الى 261 و8 من 10. فانا هاجي عند مستوى 88 و6 من 10 واستنى اغلاق شمعة هابطة اسفل المستوى اللي هي الشمعة دي، واحط الستوب لوس بتاعي اعلى المنطقة دي مباشرة. يعني لو دخلت من الصفحة من المستوى ده ستوب هيبقى 28 نقطة، وهحدد التارجت بتاعتي اما ان انا هاجي عند احطها عند النقاط بي بي وسي وايه، هبص الاقي ان السعر بدأ يهبط من نقطة الدخول اهوت وحقق لي التارجت الاولاني 52 نقطة، السعر تذبذب وطلع ونزل ونزل حقق لي التارجت التاني وطلع عكس، ممكن يكون ضرب الستوب حتى لو ما كنتش حركته، او لو كنت حركته بعد ما دخلت او حققت الصفقة الربح او التارجت الاولاني. او ممكن الطريقة التانية زي ما قلت ان انا اخد فيبوناتشي على الضلع الاخير سي دي من نقطة الدخول اهوت عند 38 و 2 من 10 اول تارجت 33 نقطة، 50% تاني تارجت عند 52 نقطة، والتارجت التالت عند 61 و 8 من 10 69 نقطة ربح، اقل التارجتس بتاعتك. فالطريقه اللي تريحك في تداول الهارمونيك هي اللي بتستخدمها في تحديد الاهداف من النموذج. وزي ما قلت لكم قبل كده واستاذ محمد خاصه، ان نماذج الهارمونيك نسبه نجاحها على كل الفريمات واحده، بتستخدم على كل الفريمات، وعلى كل الفريمات هتلاقي نسبة نجاح معقول. نماذج الهرمونات بتستخدم على أي فريم وعلى أي سوق من الأسواق المالية سواء أسهم أو عملات أو أي سوق أخرى بنستخدمها، وبتحقق لنا نسبة نجاح عالية جدا. في نهاية المحاضرة هنراجع بشكل سريع على اللي قلناه في المحاضرة، وكانت أول حاجة أو مهمة قلناها في المحاضرة هي شروط تحقق نموذج الخفاش. قلنا إن في نموذج بولش وبيرش، أو نموذج صاعد أو صعودي أو شرائي ونموذج بيعي. قلنا إن في النموذج البولش هنلاقي إن الضلع إكس إيه بيتحرك حركة صاعدة زي ما احنا شايفين كده ملهاش اي شروط، بعد ما بيوصل النقطة ايه بينعكس السعر ويصحح لي النقطة بي عند ما بين 38 و2 من 10 الى 50%، ولازم تقل النسبة عن 61 و8 من 10 عشان اقدر اقول على النموذج ده انه نموذج خفاش او بات باتر. بعد كده يبتدي تكون لي الضلع سي بي سي، ولازم تكون ما بين 38 و2 من 10 الى 88 و6 من 10 من الضلع اي بي، ولازم النقطة C لا تتجاوز النقطة A حتى لا
يلغي النموذج او حتى يكون النموذج صالح للتداول. هيبتدي يكون الضلع الاخير في النموذج وهو الضلع سي دي، واللي بيكون النقطه دي في او نقطه الانعكاس البي ار زي عند 88.6% تصحيح فيبوناتشي من الضلع اكس اي، وهي دي المستوى الاهم او النقطه الاهم، ولازم تكون النقطه دي عند مستوى امتداد فيبوناتشي 161 الى 261.8، واحيانا بتكون 200% من الضلع بي سي عشان اقدر اخش الصفقه بتاعتي. قلنا بعد ما حددنا النموذج على الشرط، نقطة الدخول بتاعتي هتكون عند المستوى 88.6 في صفقة الشراء. هستنى إغلاق شمعة صاعدة على مستوى 88.6 أو الـ PRZ، وأدخل الصفقة بتاعتي وأحط الستوب بتاعي تحت الـ D مباشرة، والتارجت زي ما قلنا ممكن أحط عند النقطة B أو النقطة C أو النقطة A كتلاتة تارجت، او اني اخد خط فيبوناتشي واقيس 38.8 و50 و61 ك تارجتس ليا للنموذج، ودي زي ما انت عاوز. الشروط ديت نفسها بطبقها على النموذج البيرش بالظبط، مع ان مع عكس ان مثلا بحط الستوب لوس بتاعي فوق الدي وبستنى اغلاق شمعه هابطه اسفل مستوى 88.6 اللي هو البي ار زي او نقطه الانعكاس بتاعتي، واحط التارجت بتاعتي اما عند البي والسي والاي، او اني باخد فيبوناتشي من البي السي دي واحط التارجت بتاعتي عند 38.2 50% 61.8% تصحيح فيبوناتشي من الضلع السي دي، واكون كده حققت التارجت او السعر ان شاء الله ممكن يحقق لي التارجت اللي انا عايزه. استاذ محمد بيسأل بيقول اغلب النماذج الدي هل هذا شرط تعمل اختبار لمنطقه النقطه؟ اكيد، زي ما قلت من شويه ان ممكن السعر مثلا دي المستوى 88.6، ممكن السعر يجي يتذبذب تحت المستوى ده كده ويروح طالع قافل الشمعه فوق هنا، او ممكن يجي بشمعه شمع برايس اكشن قويه عند المستوى ده ويجي تقفل الشمع هنا كده اعلى المستوى، فضروري او مهم ان انا ادخل الصفقه وانا مراقب السعر قدامي، ما احطش امر بيع معلق او امر شراء معلق. ممكن احط بس يفضل انك تراقب البرايس اكشن بتاع السعر عند المستوى او منطقه الانعكاس. مش اغلب النماذج بتعمل اعاده اختبار ولا حاجه، ممكن السعر يجي عند المستوى ده بالظبط، يقول لك بيعمل شمعه زي دي كده ويطلع بيحقق التارجت بتاعه النموذج بدون نقطه انعكاس، وممكن زي ما انت بتقول كده النموذج هيطلع او يا ربي هيجي عند المستوى كده، المستوى نقطه الانعكاس، السعر ينزل هنا يعمل بالظبط ويروح طالع كده ويروح نازل يتذبذب تاني عند المستوى ده ويروح طالع تاني. شروط النموذج يا استاذ محمد قلناها زي ما احنا قلناها من شويه، نفس الطريقه دي، نقطه بي عند كام ونقطه سي عند كام والنقطه دي عند كام، ونسب فيبوناتشي اللي احنا قلنا لازم نكون حافظينها وعارفينها كويس عشان نقدر نحدد نماذج الهارمونيك بشكل دقيق وبالتالي نقدر نتداول عليها. لغايه كده نكون وصلنا لنهايه محاضره النهارده. في اي استفسار او اي سؤال او في اي جزء ما مش مفهوم محتاجين نعيد شرحه او اي حاجه؟ استاذ ايهاب، هل حضرتك وصلتك المعلومه اللي انت ما لحقتهاش في الاول ولا محتاجين نعيدها تاني؟ شكرا لك يا استاذ ابراهيم. الناس اللي كانت بتسال على
الفيديوهات او تسجيل المحاضره ان شاء الله هيكون على قناه اليوتيوب في اسرع وقت باذن الله. وزي ما نوهت ان شاء الله محاضره الاسبوع الجاي هنتكلم على نموذج جديد، هو نموذج القرش او الشارك باترن، وعلاقته بنموذج اخر هو نموذج الفايف زيرو او الزيرو فايف. وهناخد معاهم نموذج اسمه الثري درايفز او الاشكال الثلاثه الدافعه، عشان نكون غطينا كل النماذج الهارمونيك تقريبا. ونيجي بعد كده في المحاضره بتاعه مش الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده هنتكلم في محاضره شامله عن كل النماذج واستراتيجيات التداول عليها، وهنقدم لكم ان شاء الله شيء كويس ومفيد ليكم بإذن الله. أستاذ علي بدر، أنت حضرتك بعت لي لينك القناة صح؟ أتأكد بس من اللينك اللي حضرتك بعته لي. تمام يا أستاذ علي، هي دي القناة بتاعة شركة إيكوتي، حتى لو هتلاقي على الصفحة الرئيسية هتلاقي محاضرة آخر نموذج كنا بنشرحه الأسبوع اللي فات، هو نموذج الكراب، هتلاقي المحاضرة بتاعته موجودة، وكذلك هتلاقي برضو جميع محاضرات الفراشة. وسايفر والجارتلي والاي بي سي دي. ما استاذ ايهاب، ما انا هحدد النموذج ده ايه بالظبط من غير فيبوناتشي ان شاء الله في محاضرة 2 مارس باذن الله، هنشرح فيها كل حاجة متعلقة بيه الهارمونيك، وازاي نقدر نحدده على الشارت من غير بالنظر كده ان شاء الله، بس باذن الله. وفعلا هو محتاج تدريب وممارسة كتير عشان تقدر تحدده، يعني بمجرد بس ما تتعود على النسب وتحفظها، بمجرد بس ان شاء الله ما تبص على الشرط كده هتبقى عارف مثلا ان الحركة دي، لا دي بتكون لي نموذج اي بي ايكوال سي دي، او لا ممكن يكون الشكل الام اللي قدامي دوت، لا ممكن يكون ده نموذج بات، ممكن يكون نموذج جارت بتوع. ان شاء الله بعد محاضرة الاسبوع الجاي، لا اللي بعده ان شاء الله هنكون قدرنا نحدد او نعرف ان شاء الله نحدد النموذج من غير اي مساعدة او اي مؤشرات فنية تقليدية من اللي بتستخدم على الشارت. أستاذ محمد عرفات بيقول وإيه؟ وأغلقت كاملة، مش فاهم. ثواني كده بس نشوف، ممكن أقف في سؤال فوق. هل السعر إذا دخل منطقة الارتداد بقوة يعني بشمعة طولها 3 متر ده يدل على فشل النموذج؟ ما أنا قلت لك هراقب السعر، هل بعد ما يعمل الشمعة دي كسر المستوى بشكل واضح وكبير وعدى مستوى ولا لا؟ وممكن بعد الشمعة دي يجي بعدها شمعة انعكاسية تانية وأغلقت الشمعة الطويلة دي أعلى المستوى ويبتدي السعر ينعكس منها مرة تانية. في أي سؤال أو أي استفسار تاني؟ مفيش أي استفسار، أي سؤال عن المحاضرات الجاية، عن أي شيء؟ أوكي، أشكركم جميعا لحسن الاستماع، وانتظرونا إن شاء الله في محاضرات قادمة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.